يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند قول الشيخ رحمه الله بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه، يقول ذكر المحشي فقال في هذا الإطلاق نظر، فإن الصواب يكون غالبا في جانب مسلم رحمه الله. دعنا من المحشي، الشيخ أوثق من المحشي وأبصر منه في العلم. نعم.